السلام عليكم. اليوم نروح الملعب مصطفى تشاكر بالبليده لنقف على مستوى تقدم الاشغال بهذا الملعب اللي تقرر للاسف تقرر اعاده تاهيله بمناسبه يعني الملف نتاع الكان 2025 بدل من يعني فيه كان فيه يعني مشروع نتاع تغطية الملعب وإعادة يعني تأهيله بطريقة كلية مع تغطيته مع سد الفراغات الموجودة في المدرجات، لكن الأشغال الآن تقتصر على ترميم فقط نتاع المدرجات والملعب والواجهة الخارجية مع إضافة زوج ملاعب نتاع التدريبات. إذا إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم. Thank you.